السلام عليكم اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وهذه الوصفه ان شاء الله غادي توصلكم في الصباح، بها غادي نقول لكم صباح الخير والتيسير وصباح الكونفيتور. هذا مربى التين غادي نصايبوه مع بعضياتنا بواحد اللمسه خاصه مني، كتعطيه واحد المذاق اكثر من رائع. بغيتكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر، يعني من الاول حتى الاخر، عندي فيه ما يتقال ان شاء الله لكم. ندوزو نصايبو الوصفة مع بعضياتنا. على بركة الله، المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا المربى، عندنا هنايا الكرموس او التين، هو هذا هو التين او الكرموس، كل واحد واش كيسميه. القاعدة كتقول دائما في المربى كنديرو كيلو ديال الفاكهة مع النص ديالها ديال سنيدة، ولكن انا بصراحه كنهرس القاعده. علاش؟ ما كنبغيش السكر بزاف، وفي نفس الوقت هاد الفاكهه هادي ولا هاد التين ولا الكرموس حلو بزاف، خصوصا ملي كنكونوا عارفين حنايا هاد الفاكهه اللي عندنا اولا كلينا منها وكنلقاوها حلوه بزاف. يعني الا مشينا بنفس القاعده راه غادا تكون حلوه بزاف. انا شخصيا عندي هنايا كيلو ونص ديال هاد الفاكهه هادي ولا ديال الكرموس، غادي ندير ليها كيلو ونص. القياس ديالها او الوزن ديالها الطبيعي هي 750 غرام ديال سنيده، انا في كيلو ونص غندير 500 غرام، يعني نص كيلو ديال سنيده. بسم الله على بركه الله، كنجي وكنحيد ليها هاد القشره، غير ديك اللي كنشوفها انا ما طايباش مزيان، منها كنحيدو هاد، يعني ها كنقولوا لها النباته ولا الرويصه ديالها. غادي نحط على جنب بحال هكا، نشوفوا هذه قاسحه مثلا، هذه غنحيد ليها بحال هكا، غنقص منها علاش ما غديت. وكنخلي شويه ديال القشور، ما كنحيدوش كله، كنشوف هل اللي تبعتني هي واللي بقات هي، خصوصا انا عندي هذا طايب، يعني كنحاول نخلي منه ساعة القشره كتبعني. القشره راها صحيه، خصوصا ملي كتكون طايبه راها مزيانه، ملي كتكون ما طايباش كتجي شويه كتبقى طروفه باينين هكاك. غنقص كيف قلت علاش ما قديت، كنحيد غير هاد النباته هذه اللي لتحت واللي الفوق، وغادي نخلي نحتفظ بشويه ديال القشره. كنبقى غادا على هاد الشكل، بطبيعة الحال كنكونوا يعني ذوقناه وعرفناه كيفاش داير، بطبيعة الحال كنحلوها من الوسط. انا هذا الكرموس تبارك الله ما شاء الله غزال، ما فيه لا سوسه لا والو. كنجي لهنايا وكنحطها على جنب هكا، كنعاود نحلها باش كنشوفوها كامله تقريبا، واللي تشهات الله يسمح لي منها. لانه بصراحه كيشهمني كيكون هكا محلول، شوفوا معايا كيفاش كتكون، يعني انا عارفه هذا ما فيه لا سوسه لا والو، ولكن ما كيمنعش انني كنقلبه كامل. وغادي نجي ونبدا نقطع هنايا، نشوف اش كيبان. غادي نبدا نقطع مربعات صغار، يعني نحاول نرقو علاش ما قديت انا. شوفوا معايا هيا هنايا كاينه القشرات بزايد. انا غادي نكمل يعني الكرموس ديالي كامل كنقطعه على هذا الشكل، هذا يعني مربعات، وغادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نديرو ونكملوا الوصفه مع بعضياتنا. هنا بعد ما ساليت تقطع ديال هذا الكرموس كامل، غادي نفرغ على هذه الكميه ديال السكر سنيده. بسم الله، كيف قلت لكم انا عندي هنايا كيلو ونص، يمكن مع الدوق انا راح نخليت فيه غير كيلو. غادي نحركه بحال هكا، غادي ندخل فيه هاد السنيده، غندخل فيه سنيده مزيان بحال هكا،
غادي نجيب بلاستيك غذائي. شوفوا معايا كيبان هنا القشيرات وفي نفس الوقت هو طايب، كيجي ممتاز. هاد المربى ديال الكرموس، وانا شخصيا هذا احسن مربى عندي، يعني من بين الانواع ديال المربى كنبغي هذا. غادي نجيب بلاستيك غذائي وغادي نغطيه به وغادي نخليه يبات ليله كامله. انا دابا هنا في العشيه ان شاء الله غادي نخليه في الثلاجه، بطبيعه الحال كنبيتوه في الثلاجه، وغادي نخليه حتى الصباح ان شاء الله كيطلق هو هاد، يعني السائل ديالو كيولي معسل مزيان، ونتلاقاو ونكملوا الوصفه مع بعضياتنا باش نطيبوه. صباح الخير والتيسير عليكم كاملين. بعد ما بات هنايا القطع ديال التين ديالي في الثلاجه الليل كامل، مغطيها هكا بالبلاستيك غذائي. اليوم الصباح شوفوا معايا كيكون طالق هاد الماء ديالو او السائل اللي كيكون فيه كيولي معسل. دابا غادي نجيب واحد الطنجره، وكنفضل دائما ندير واحد الطنجره تكون ثقيله وتكون عاليه، هانتوما غادي تشوفوا معايا علاش عاليه. كنزيد نحركو، انا بصراحه ما حركتوش كاع منين حطيته في الثلاجه حتى لدابا حتى جبدتو معكم. المهم راه ديك سنيده ما كايناش نهائيا. هنا غتشوفوا معايا حاطه على جنب هنايا هاد الحامضه، غادي نعصرها غير النص ديالها، ما غاديش نفرغها دابا. غنجيب واحد الاناء او لا كيف كنا طنجره او كوكوط، المهم كتكون ثقيله وتكون شويه عاليه، وغادي نفرغ فيها هاد الخليط ديال لا هاد القطع ديال التوت، هذا ماشي التوت ديال التين او الكرموس. وغادي نشعل عليها البوطه، غنشعلوا عليها عافيه مهيله. قبل ما نشعل عليها غادي نعصر فيها نص حامضه. شوفوا معايا علاش قلت ان الاناء يكون غارق، لان المربى ملي كيبدا يطيب كيبدا يطلع، يعني كيترتق اولا كيبقى يتصاعد، غادي يمرمد لينا الدنيا اولا غادي يمرمد لينا كيف كنقولوا الفرنو. وانايا من النوع اللي ما كنحملش بحال هادو، قلت نفس التجربه اللي كندير دائما كندير شي حاجه اللي تكون غارقه بحال هكايا، واخا كيطلع ما كيطرش بزاف لا بالنسبه ليه ولا بالنسبه للصلصه ديال الطماطم. هذه الفكره بغيت نشاركها معكم. كنجيب كيف شفتوا معايا هنايا الحامضه، غادي نعصرها هنا، غادي نعصر هاد نص حامضه وغادي نضيفها دابا، وغنخلي قطرات غادي نضيفهم حتى يقرب يوجد هاد المربى. بسم الله انا كنفرغ هاد النص ديال الحامضه. وواحد الاضافه كنظن انني ما شايفاهاش وما كان ما متداولاش، كنضيف الراس ديال المعلقه ديال سكينجبير. هذا سكينجبير هو باش كنسم هاد المربى هذه ديال الكرموس اولا ديال التين، كيعطيه واحد المذاق رائع ان شاء الله. بغيتكم تجربوا هاد المربى هذا بطريقتي ان شاء الله. شوفوا معايا الا ما بغيتوش هاد القطع يكونوا في يعني في المربى ديالكم، كطحنوه بديك البراميكسور، هو الاول كطحنو غير واحد يعني جوج ضربات بحال هكا، كنبقاو يدينا يد التحراك بحال هكا. شوفوا معايا كيفاش كيكون دابا تقريبا، يلا هادي 10 دقائق باش درتو. وهاد القطع كنبقى مره نقطع فيها بحال هكا غير بالمعلقه، بعدو يديكم شويه باش ما يطايرش على هاد الشكل هذا. شوف معايا مع ما كيكونش فيه الماء راه دغيا كيوجد. وهذا من اعز الانواع ديال المربى اللي عندي اولا اللي كنبغي، هو المندرين ان شاء الله. منين يوصل وقت المندرين نديروه مع بعضياتنا. وملي كيكون عندنا هاد المربى في الدار، مربى التين كي كنقولوا التين والزيتون، ان شاء الله كنحطوه مع زيت الزيتون كيكون ممتاز في الفطور. انا غادي نكمل ونبقى بالتحرك هكا هكا حتى كنشوف قرب يوجد، وغادي نوريكم كيفاش كنعرفوه بانه وجد. وهذا الشيء علاش كنت نديروا اناء يكون غارق. شوفوا معايا منين كيطلعوا هاد الفقاعات، يعني واخا كيطلع كيعاود يهبط. المربى ديالي ها هو يا وجد تقريبا، يعني في المراحل الاخيره صافي ها هو تقريبا وجد. هنا كنجي وكندير واحد القطره ديال عصير حامض كتعطيه واحد اللمعه
كنخليوه حتى كيوجد يعني المربى، وكنضيف هاد المعلقه ديال الحامض وكنحرك غير كنحس بها راه تجانسات هنايا اولا تبخرات صافي، وغادي نطفي عليه. هنا كنحاول نخلي راسي بعيده باش يبان لكم المربى. شوفوا كيفاش واجد، يعني ملي كنجر انا بالمعلقه ما كيبقاش لينا ما كيبقاش باين باللي راه ميه. بطبيعه الحال غنوريكم الطريقه الصحيحه باش كنعرفوه بانه طاب وكيفاش كنحتفظوا به بعد ما نحيدو من فوق البوطه ان شاء الله. هنايا راه واجد، شوفوا اللون ديالو كيفاش كيكون، يعني واخا كيبان اللون مغمق لا فيه واحد اللون زوين. انا غادي نوريه لكم ان شاء الله. وهذا هو المربى ديالنا، شوفوا معايا منين كيوجد، هو باقي سخون، انا غير فرغته في هاد فهاد الزليفه هذه باش يبان لينا واضح اكثر لان الطنجره كانت غارقه. شوفوا معايا كيف قلت باش نعرفوا بانه راه صافي واجد، كنهزوا شويه هذيك الساعه ملي كيكون باقي كيطيب كنهزوا شويه وكنديروه في طبيصيل وكنحطوه على جنب باش كيبرد وهي وهو كيطيب. كنديروا صبعنا، هذيك المرحله ما كانش ممكن نديرها انا فوق هو فوق الكوكوت، يعني كيكون راك عارفين المربى كيكون حار يعني كيحرق. كنجي وكندير صبعي بحال هكا، حتى دابا راه باقي سخون، كندير صبعي بحال هكا. شوفوا معايا يعني منين ما كيرجعوش يتلاقاو هاد الطروفه هادو كيبقى هنايا واحد الفراغ، هذا كنعرفوه بانه واجد مزيان. شوفوا معايا ما كيرجعش هو غادي يرجع ولكن ماشي باقي فيه الماء دغيا كيرجع لبلاصتو. بالنسبه للتخزين الا بغينا نخزنوه مده طويله يعني من غير المجمد، كنعمروا هاد القريعات هادو. بسم الله انا غادي نعمر معكم هادي. شوفوا معايا راه باقي فيه البخار، هالقرعه بدات كتضبب كيف كنقولوا. هنا بعد ما عمرت القرعه مزيان بحال هكا، شوفوا معايا كنجي وكنقلبها على فمها بحال هكا، وكنجيب واحد المنديل اولا شي مينطه وكنغطيها وكنخليها على جنب حتى النهار كامل ولا المهم باش كترجع لهداك كتسد مزيان كانها بحال مشريه معقمه هكا كنحتفظوا بها خارج الثلاجه. وانا عن نفسي كيف قلت انا كنحتفظ به في المجمد، الطريقه ديال الاحتفاظ ديال المربى بجميع الانواع ديالو كنحتفظ به في المجمد، ولو في قرعه ديال الزاج كنحتفظ به في المجمد غير ما كنعمرش القرعه حتى الفم، دائما كنخلي فيها واحد شويه وكنحتفظ بها في المجمد كيبقى ليا طول السنه ان شاء الله. نخدمه مع بعضياتنا المربى ديال البرتقال وكيخرج كميه ديك الساعات كثيره، كندير في القريعات ديال الزاج وكنحتفظ به في المجمد. هذه هي الطريقه ديال تحضير المربى كيف شفتوا معايا، انا غير وريتكم ما غاديش نحتفظ به خارج المجمد، وزيدون خرج ليا غير هذه الكميه هذه يعني ديال هذه القرعه هذه ديال المربى. شوفوا معايا احسن من الجاهز كيف كنقول دائما. المربى ديالنا ديال التين كيجي على هذا الشكل، هذا تيجي اكثر من رائع البنات، كنتمنى تجربوه وبصراحه كنت بغيتكم بغيت نشاركو يعني قبل غير ما توفرتش عليه، مادام الموسم ديال هذا ديال التين نستغلوه ان شاء الله ونحضروا به هذا المربى، هذا كيجي ممتاز ان شاء الله. بغيتكم تجربوها البنات وبغيتكم توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائله والاحباب باش تعم الفائده علينا كاملين. هذه هي الحلقه ديالنا وهذه هي الوصفه ديالنا ديال المربى ديال التين. كيف ديما الى عجبتكم الحلقه ديال هذا النهار او الوصفه ديال هذا النهار ما تردوش تخليو ليا لايك، لايك البنات للتشجيع، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. واكيد الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي فضلا وليس امرا فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. خليت لكم الراحه، في امان الله.